نعم، الغارات الإسرائيلية لم تتوقف هنا وسط قطاع غزة، لم تكن هذه الغارة الأولى، ثلاثة غارات لربما في أقل من 15 دقيقة. الغارة الأولى كانت على مدخل مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، استهدفت أحد المنازل لربما من قبل طائرات الاستطلاع الإسرائيلية، إضافة لقيام أيضا طائرات استطلاع قبل قليل باستهداف أحد تحديدا في منطقة مخيم 2 للاجئين وسط مخيم النصيرات، تحديدا الغارة كانت خلف مجمع الرازي كما هو معروف، إضافة لغارة إسرائيلية جديدة أيضا من قبل الطائرات الحربية على مخيم النصيرات. وصلت قبل قليل سيارة مدنية واحدة من ربما نقلت إصابات، إضافة إلى أن سيارات الإسعاف هرعت للمناطق المذكورة، والتركيز على مخيم النصيرات الآن ثلاثة غارات، إضافة لغارة إسرائيلية على مخيم البريج استهدفت أحد المنازل تحديدا على شارع صلاح الدين. هذه الغارات لم تكن الأولى هذا اليوم، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أكثر من مجزرة بحق المنازل لا سيما التي يتواجد بها عدد كبير من النازحين والمواطنين، منزل عائلة الحاج بالنصيرات ومنزل عائلة الغول وزهد وغيرهم، هذه العائلات التي ربما الاحتلال الإسرائيلي اليوم ارتكب مجازر بحقها، ولا سيما أنهم كانوا يعني في ضيافة منازل أخرى وقاموا باستضافة أيضا نازحين في هذه المنازل، لكن الاحتلال الإسرائيلي دمر هذه المنازل على رؤوس ساكنيها، أوقع عدد كبير من الشهداء، قبل قليل خمسة جثامين لشهداء من عائلة عليان وزهد بعد استهداف منزلهم لربما في ساعات ماضية، إضافة إلى أن الطواقم الطبية لا تزال تعمل في البحث عن مفقودين أسفل يعني ركام منازل تعرضت للقصف وسط قطاع غزة. هذا المشهد لا يتوقف على مدار الساعة، وهذه الصورة هي مستمرة هنا وسط القطاع.